إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. نص استماع: الفلاح النشيط. صالح فلاح نشيط ذهب مرة إلى السوق لشراء بذور القمح ليزرع الحقل، وبعد ذلك ذهب إلى سوق الحيوانات ليشتري حمارا ليستخدمه في حراسة الأرض. وضع صالح البذور على ظهر الحمار وساقه إلى الحقل وزرع أرضه. ماذا يعمل صالح؟ يعمل صالح فلاح نشيط. لماذا ذهب صالح إلى السوق؟ لاشتري بذور القمح. ماذا اشترى صالح من سوق الحيوانات؟ اشترى حمارا. ماذا تعرف عن الحمار؟ أنه يحرس الأرض، يستخدم في حراسة الأرض.